عسلامة ميمتي. الله يسلمك ويخليك، والله ينورك وينور تونس. عايشك محلى كلامك. تونس كل من يمسها ترابها. مصر فيها قداش من من الف، ويقولوا تونس ام الدنيا يموتوا عليها مالها. واحنا واش قيمة تونس هما؟ واحنا تونس عندهم كل كل تحب تستغلك، كل تحب تتكون على حساب البلاد. على حسابنا احنا، على حسابنا احنا. كيلو اللحم ب 47 وب 50 وب 57 الف كيلو اللحم، بس باش نضحوا برب. حتى الدجاج على بعضه. اسمع احنا الناس ولت الطيب به اللوبيا، ولت الطيب به الجلبانه، ولت الطيب كل شيء يا خيتي كل شيء. قداش مره تشري اللحم؟ انا نشري ديما، ناكل كان اللحم، انا ناكل كان العلوش، نشري البقري ونشري العلوش. مادامك تشري معنا ربي باقي ستر معنا لاباس ماديا. نحمد الله ونشكره. اما وما بنعمة ربك فحد فحد. اما فما اللي يرعبنا، فما اللي انا باش نظلي واقفه مع زازار ولا في كارفور نشوف واحد. صدقيني انا عمري 86 سنه وحججيت وعملت 8 عمرات. شارع وازنه كيلو كعبه بطاطا ووازنه كعبه راس بصل. امي مستغربه كل يوم نشوفوا في ناس هكاكه ما عادش قادر. انا استغربت. ميمتي تعملي جوله كل يوم كلها هكاكه ظروف على قدها. وجعني الحال، وجعني الحال كوني انا حاطه. شوف شو ماخذ البناء وماخذ البيثر وماخذ الاعظم وحطيتها في جنب المراه اللي عندها راس بصل. نسخيلها طاحلها بس شيء ما نسخيلهاش بتوزن فيه وحده راس بصل وكعبه بطاط. قلت يا ريتني ما وقفت معاها ويا ريتني ما ريت. وجع قلبي. وجعني قلبي، وجعني قلبي، وجعني حالي. انا ماخذه ب 27,000 غله وهي ماخذه كعبه بطاطا وراس بصل. وين احنا تو؟ هذه ولينا نشوف فيه ديما في المرش. الناس ظروفها ناس بطاله امي. في السيد راجل كبير فك العمر وجاي يبيع في الكليل والزعتر. باش يسخات. حتى يبيع. انا باش يروح. وطالع الجبل هذاك شوفي مشلخ يديه مشلخين ويديه مشلخين. حسي له بنتي ربي. ميمتي اليوم ربي باقي ستر اكيد. انت حسيتي بجارتك. غيرك انت يشوفه وتلقاه عاد ويشري. ماخذه ثلاث عرفات في النار يا والله. ثلاث عرفات في النار هيك طول الرويس حتى توزن فيه. كي تفكرها ريقي يشيح يا ربي. يا اخي انت مصدومه الشكل هذا شفتها مره برك الحاجه ذي؟ لا مره واحده. كل يوم ميمتي راه في المرش نشوفه. الثوم رويس ثوم والثوم مع انواع واشكال. تشري رويس ثوم، تشري مخرفه هريسه. شوفي انت كيش تاخذ ثلاثه روس ثوم واش تاخذ ما نعرفش انا 100 غرام هريسه واش تاخذ من الملزوم باش طيب وجبه برك ما قالش من 20,000. منيش تجيب؟ منيش تجيب؟ هيا ما تعسك. هو منين يجيبه؟ هاكا يوصل الطلاق. والصغار مهمله في الشوارع. امك وين بنتي معلمه اللي تقول لها جيب امك؟ يقولها وين جيب باباك؟ يقولها بابا امي مطلقه ولا بابا مطلق ولا كيفاش؟ يقول له ثم بابا لا ثم ام. اليوم صحيتي كما قلت لي اليوم نسبه الطلاق مرتفعه وبرشا يعرسوا من يطلقوا من شنو يا بيه؟ كالمرض المرض النفسي؟ نفسي. خلينا في الطلاق. اليوم باعتقادك انت امراه ما شاء الله ربي باقي ستر عليك وتول في عمرك في الخير تعرفي وتشوفي وعندك تجربه وما تشوفي مش بالضروره انت تعدت عليك. هل تعتقدي الفقر هو سبب الطلاقه؟ الفقر الفقر يخرج ما يخليش مصروف اولاده. كيفاش تحبيه كيف يروح العشيه تقبله وغدوه وبعد غدوه وعباد تاكل في الشوارع ما عادش مطيبين ما عادش قاعدين في ديارهم. بنكاجي بسوريته البيضه نقول انا عليه وهره متكي على الحيط وياكل في وحدك ملاوي ولا شليل. تحب يلمد لا بنتي هذاك سامحني كموشه ولا شنقول احنا بالمفروض يا بنتي ان شاء الله يخلص الكري والضوء الضوء. لا بنكاجي يخلص وكان قال لك عكس هذا راه هو يحب يعيش يخزر فوق وش يثبت من لا لا بنكاجي يخلص اقل شيء راه فما في حدود زملين واش 800 هكا ملام موجودين كل شيء مسكين اللي يخدم في الباب ممكن راه اقل شيء مليون وشوي. لا ما انا نقول بنتي راه مادام بنكاجي يخلص ما راهش به ياكل في وحده. هو ذاك يحب يلمد ولا كاموشه؟ ما يروحش. هذاك كاموشه. هي وهو. يحبوا يلموا هذا. شو يلموا؟ سامحونا في الكلمه ما راهو ذاك الواقع معناها. لا بنتي لا. ثم ناس لاباس عليها راهو وطريقه تبي اللي يكون راك كاري ب 800,000. غيره ولا وين هكا البلايص البعاد الخايبه نقول انا. هي البلايص هذيك مش خايبه راهو. الخيوبيه مش مربوطه بالمكان. الاربعه نتاع الصباح. ما كانش ما يخرجش الاربعه نتاع الصباح.
ما هو يسكن في المغيره. انا ما يخرجش ل 14، بنك يجي يكذب على البنك يجي ما يخرجش ل 14. البنك يجي مور امريك نهار يحب ياخذ قرض ياخذ. كان زالت عندي طفله راني اعطيتها ل 14 كاجي. فما برشا ممكن يخبيوا اللي هما لاباس عليهم اللي هما قادرين، ولا ممكن حتى ديما يبكي ويشكي حتى البركاتير. كيلو الفريز ب 6000 وكيلو المشمش ب 6000 وكيلو. اليوم اش عملتي دورة في المارشي؟ اش لقيتي الاسواق؟ اش نعمل معجون؟ خذيت شنو هو الاخر؟ باش نمشي ناخو شوية لوز، اني يعني نشرب التاي الاخضر بنيتي نتاع قابسية، التاي بالنعناع. قابسية؟ قابسية. ايوا حلاكم. ناخو قطع النعناع، امس خذناها بخمسة اليوم 500 اليوم قال لي ب 700 ليه؟ قلت له وين بايت؟ فطير خمسة نجوم. قطع النعناع بايت فطير خمسة نجوم. بس ب 500 اليوم رجعها ب 700، قلت له وين بايت انت وياه؟ هو ذاك المحاله معذور مسكين، هو عنده كعبات شي يبيع فيهم، لا عنده نصبه كبيره، لا عنده 500 700 مش مشكل. ابجل مني انا. انا كملت ما عادش عندي، كان انا يعني دايه في كرشي ناكل لحم وغله واحد ونرقد، اما هو مسكن مازالت. كملت ومازالت البركه مين؟ هو مسكن رجله مازال ما حطهاش في القاعه، راهو في جرته صغيرين وكري وربي. الكري اليوم غالي في تونس. كان تعملوا علينا مزيه. تكلموا لنا عليك ال 5% ينحوها. 5% شنو نتاع التقاعد؟ نتاع ال 5% نتاع الكري. كل عام يزيدونا 5%. تو جيت 30 سنه ولا 40 سنه يزي في البركه يا خيتي عليه. عليه؟ تو انا ناخذ فنتريت 700. نخلص منهم 300 كري. ال 400 الاخرين. راني ناكلهم. يمشوا يتبخروا ما تفيقيش بيهم هاك قاعده في الدار. ما عندكش ولدك اللي يحب مثلا ما يهوش يخدم ويعمل؟ لا 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 لا, لا يعطوني لا سمحتين باقي ال 400 باش يديروا لي يعني بورتابل ضربه ضربتين اللي ثبت لها ب 10000. كي الخبز البورتابل تو معني وحدي الاولاد يحبوني ديما البورتابل معمروني عندهم حق باش يكلموني. ولادك بعاد عليك؟ واحد في باردو واحد في النصر واحد في المرسى. الكراهب يسموه والكراهب ما يخلوش البعد. مش نقول لك انا يجوك ديما مش تمشي لهم ديما؟ لا انا ما نمشي لحد. ما احلاها ما نمشي لحد. ميمك تدخل ما نمشي لحد لا في سبت لا في جمعه لا في حد. نقعد بثلاثه بالاربع شهور ما نمشي. هم لازم يجوا يجوا كل يوم كل يوم كل يوم كل واحد يكلمني مرتين ثلاثه بالتليفون. اما انا راني ما نحبش من يشتمتوني. قسموا وقتهم باش يجوك ولا؟ لا 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 اللي يفضى يكلم واللي يفضى يركب في الكهرباء ويجي. انا ما نحبش في تونس من يمسها وخير تونس وماكلت تونس ما زيها شيء. ما يعرفوش قيمة تونس. ما يعرفوش. أما كسكروت في تونس ب 8000 غلي برشا ولا ما حال. تيجي اليوم وصل 6000 ربع باقيتا وما فيش قرن الفلفل ب 6 الفريكاسي في زوز كعبة زيتون. لا زوز كعبة زيتون الفريكاسي بدينار. دينار 15 مليون. دينار؟ لا بدينار حسنا بدينار. شفتي الفريكاسي كان قديش 750 ولا 500 ومن بعد ولا ب 800 اليوم بدينار. في زوز كعبات فما حاجات زادوها ويقول لك الغليه الدنيا غليت هي ما عندهاش علاقه. فما حاجات تزيد ما عندهاش علاقه بزياده. انتم ما قمتش تتفقدوا تفقدوا 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 تتفقدوا ربي. فما برشا حاجات زايدة كعبه فركاسيه بدينار عليها كعبه فركاسيه. علاش ما تكثروش لعبة تلعبها بالمتريز ويدوروا تخدموهم تعطيه حتى 500 في الشهر والله يخدم. مش قاعد في القهوه يقسم قهوه هو وثلاثه بالناس يتكيفوا سيجار وانت جبده واني جبده. ما يخدمش ما نخدمش انا ب 500 يقول لك برغم اللي ما يخسرش ترونسبور راهو يقول لك نقعد في يكذبوا عليك يخدم 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 حتى ب 100 والله عندنا جارنا مسكين في حال تدرك. ما احلاك ميمتي ما احلى هدرتك مره اخرى نعاود نحكي معك. ضيعتيني وفضولي ما زلت ما طيبتهاش.